وجود الجدة سعادة في الأسرة. ماما، بابا، جدتي جات. جدتي. أهلا أهلا بأمي. أهلا يا عمتي، أهلا. تفضلي تفضلي. كم إحنا مشتاقين لك يا جدة. شكلك تعبانة من الطريق. نجيب لك حاجة تشربيها أو تأكليها. ها؟ إيش الذي خطر في بال سالم؟ إيش أجيب لجدتي؟ إيش؟ إيش أجيب؟ ها؟ أيوة، هكذا جدتي تعرف كم أحبها. تفضلي يا جدة. أحسنت يا سالم، هل غسلتها مثل ما علمتك؟ مش مشكلة يا حبيبي، مش مشكلة، خليها وأنا بغسلها وأكلها بعدين. تفضلي يا عمة، تفضلي، ادخلي داخل ارتاحي، أكيد تعبانة من الطريق. شطورة يا فرح. شكرا شكرا، تسلموا يا حبايبي على كل هذا الترحيب. جبت لكم مع الحلاوة اللي تحبوها. بس يا عمة، ليش ما قلتي لنا انك جاية؟ كنت باجي اجيبك انا بدل ما اجي لوحدك. لا لا يا ابني، ما فيش داعي للتعب، وصلتني السيارة لقدام البيت، وبعدين ما جيتش لوحدي، جبت معي عزيزة. ها؟ جبتي عزيزة؟ مرت أكثر من سنة من آخر مرة شفتك فيها يا عزيزة، اشتقت لك كثير.
شك لعلاقة سالم بعزيزة قوية جدا. ها؟ عزيزة؟ لا تخافش منها يا عزيزة، بكون موجود جنبك على طول عشان أنقذك منها، وبيساعدني أصدقائي أسامة وساجون. ها؟ اتذكرت، برجع حالا يا عزيزة، انتظريني. خلي نلعب فيها شوية يا أسامة. لا شوية ولا كثير، شوف يدك كيف وسخانة من الأكل ما قد غسلتها. ما دخل يدي، بغسلها لما اروح البيت. خلاص لا تمسك السيكل. إلا 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 قلت لا إلا لا. وسختني، وسخت السيكل حقي يا سعدون، لو سمحت. ها بتخاف من يدي يا زباب؟ ابتعد يا سعدون، خلاص احنا عارفين انك قوي. أسامة، سعدون، تعالوا تعالوا بسرعة، جت عندنا عزيزة. ها؟ عزيزة؟ اتحركي اجري يا عزيزة، هيا. هذه بقرة يا سعدون مش حصان. هيا قولي مو مو. اصلا عزيزة ما تقولش مو الا لما تحتاجني. ها؟ من وين جبت هذه المعلومة؟ من جيبة؟ من جيبة، من جيبة. هكذا عرف. ايش لازم تفعلوا؟ وانت ايش دخلك؟ ماما. الان بتروح تقول لامي ان انا قلت لها ايش دخلك؟ احسن حاجة عندها لما تغيظني وتزعلني. احمد الله، معك اخت واحدة، انا معي اختين توأم. يلا ادخل يا سالم، الوقت متأخر. حاضر يا ماما. مع السلامة. مع السلامة. يلا خليني أسوقها الآن. لا هيا. لا هيا. أوف لا. الآن عرفت أصحابي يا عزيزة، أشوفك بكرة يا أحلى صديقة. كنت جالس طول اليوم مع عزيزة يا سالم. أيوة يا جدة، أصلا كنت مشتاق لها كثير، شكرا لأنك جيتي وجبتيها معك. أنا قد كنت أخطط كثير أجي عندكم يا حبيبي، وجت الفرصة لما عرفت أن أمك حامل. ها؟ أمي حامل؟ أوه، ما قد قالوا لك يا حبيبي؟ أمك بتجيب لك أخ جميل يشبهك، أو أخت حلوة تشبه أختك فرح. سالم 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 سالم.